السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا يا إخواني وأخواتي. هذا الموضوع هذا كيخص الناس اللي باغيين يوجدوا رسوم الامتحان ديال ديلي أدوس، الامتحان اللي عنده علاقة بالجنسية الإسبانية. العائق الكبير، المشكل الكبير اللي خالق، يعني مشكل كبير لبزاف ديال الناس. كنعرفوا هذا الامتحان ديال ديلي أدوس هو صعيب بزاف بزاف على الامتحان الاخر اللي هو السي سي اس اي. يعني بزاف الناس لاقين مشكل في هذا الامتحان هذا، واغلبيه الناس يعني كيمشيو يدوزوا الامتحان وكيسقطوا في هذا الديلي ادوس. اما الامتحان الاخر يعني كيدوزوه الناس يعني سهل شويه. المهم كل ما في الامر هو المعهد ديال سيرفانتيس على حساب الراي يعني خاض بعين الاعتبار هاد المشاكل هذه اللي لاقين الناس في هذا الامتحان هذا، وبدا ولا خرج واحد الحاجه اللي هي جديده باش الناس اللي بغات توجد راسها لهذا الامتحان هذا تبدا تلقى واحد الدروس اونلاين، يعني من المنزل ديالك ولا من اي مكان كتواجد فيه في العالم، يعني تلقى الدروس ديالك يعني اونلاين مقابل واحد الثمن اللي هو معقول بالنسبه لي انا وحسب الراي ديالي. واحد الثمن معقول 50 ديال الاورو اللي غادي يبقى يخلص الانسان مثلا اللي بغى يوجد راسه ولا اللي بغى يحضر راسه لهذا الامتحان هذا ديال الدالي ادوس، يعني باش يبقى يتلقى الدروس ديالو كما قلت اونلاين. المده 3 ديال الشهر، يعني 90 يوم بالنسبه لي انايا مده كافيه يعني اللي تقدر الانسان يوجد فيها راسو لهذا الامتحان هذا. كما قلت رغم اننا كنقول شحال من مره امتحان اللي هو واحد المستوى اللي بسيط بالنسبه طبعا للناس اللي كيعرفوا يقراوا ويكتبوا شويه، الناس اللي ما يعرفوا لا يقراوا ولا يكتبوا هذيك حاجه اخرى. كما قلت هذه مساله مزيانه بالنسبه لي انايا يعني وتستاهل نخلصوا هذا ال 50 الاورو يعني، وغادي نبقاو نتلقاو كما قلت الدروس ديالنا اونلاين مده ديال 3 ديال الشهر. المهم انا غادي نشرح لكم ان شاء الله كيفاش نقدروا نشتريوا هذه الدروس هذه وكيفاش نقدروا نتلقاوها يعني اونلاين الى اخره. كما كتلاحظوا معايا هنايا باش نقدروا نقوموا بهذه العمليه هذه ما عليكم الا تجيو هنايا البر ديال النافيغادور ولا المحرك ديال البحث وغتكتبوا انستيتو سيرفانتيس وغتخرج لكم على هذا الشكل، ولكن غنختاروا الخيار الاول على اي انا غادي نخلي لكم الليان ولا الرابط ديال هذا الموقع هذا باش يعني مجرد تكليكيو عليه غادي يجيبكم لهاد الصفحه هذه اللي كتشوفوا معايا. المهم كل ما يهمنا هنايا هو هذا الامر هذا اللي كتلاحظوا معايا هنايا نويفو ديلي ادوس انترا اي بريباراتي بيان 50 يورو كما كتلاحظوا معايا 50 ديال الاورو. غادي نكليكيو عليه بهذه الطريقه هذه وغادي يدوزنا لهاد الصفحه الاخرى اللي كتلاحظوا معايا غيعطينا بزاف ديال المعلومات على هاد البرودكت ولا على هاد المواد اللي غادي نشريو اللي كما قلت لكم عندها علاقه يعني بالدروس ديال ديلي ادوس. اول حاجه اللي خصنا نديرو باش نقدروا نقوموا بهذه العمليه ولا باش نقدروا نشريو هاد الدروس هادو خاصنا نفتحوا حساب في هذا الموقع هذا في حالات الا ما كانش عندنا حساب. طبيعي ما غاديش كوننا نكونوا عندنا حساب على هذا الموقع هذا الا الناس اللي كيهمهم الامر. الا كان عندنا حساب على هذا الموقع ما علينا الا نعمروا هنايا البريد الالكتروني ديالنا اللي دايرين به الحساب ونديروا المود باس ديالنا لتحت الكونتراسينيا ونديروا انيسيار ساسيون. هادشي اللي كاين. الناس اللي جداد باش نديروا حساب على هذا الموقع هذا غادي نديروا غنكليكيو على كريار نويفا كوينتا على هذا الشكل هذا الباتري واي خويا كما كتشوفوا معايا. نديرو كريا كوانتا كما شفتو وغادوز لنا لهاد الصفحة الأخرى وغادي نختارو الخيار الثاني نويبو وشواريو على هاد الشكل هذا. كليكيو على بروكسيمو غتغير لنا الشاشة وهنا غيعطينا فين نعمرو البيانات الشخصية ديالنا، الاسم ديالنا والنسب ديالنا الجنس ديالنا واش فيمينين ولا ماسكولينو يعني مؤنث ولا مذكر، تاريخ ديال الازدياد، المدينة، هنا فين غادي يعطينا البلد نختاروا البلد كتشوفوا معايا البايس والتريتوريو، يعني غنكليكيو على هذاك الفلاش وغيعطينا هنايا الدول من نختاروا الدول يعني على حسب البلاصه فين كاينين حنايا. واخا هنا رقم ديال التليفون هاد الخانه هذه اللي كتشوفوا فيها عندها علاقه الا بغينا نبقاو نستقبلوا معلومات من هذا الموقع هذا نبقاو نتواصلوا ببعض المعلومات نعمروا عليها الا ما بغيناش ما نعمروش عليها على حسب. وهاد الخانات الاربعه اللي كتشوفوا فيهم هنايا عندهم علاقه كيفاش تعرفنا على هاد الموقع ديال المعهد ديال سيرفانتيس، واش عن طريق الاشهارات والجرائد ولا عن طريق طرق اخرى ولا عن طريق الانترنت ولا عن طريق واحد الفويوتوس اللي كيداروا كيبقاو يعني كيفرقوهم هذوك الناس اللي كيكونوا يدوروا يعني في الشوارع وكيحطوهم يعني في هذوك الصناديق ديال البراوات ديال الديور. المهم كتبقى لنا هذا الخيار الاخر اللي هو نقبلوا على الشروط نعمروا على هذا الشكل هذا ونديروا كريار نويفا كوينتا. غادا تمر بينا انا ما بما انني ما عمرتش البيانات الشخصيه ديالي ما غاديش كليك على هذيك، ولكن غادي نقول لكم انا شنو فين غادي تدوزكم الصفحه. غادي تدوزكم الصفحه اخرى غتعطيكم ثلاثه ديال الخانات
ركزوا معايا مزيان، غيعطيكم ثلاثه ديال الخانات. الخانه الاولى غتعمروا فيها البريد الالكتروني ديالكم اللي بغيت تفتحوا به حساب، والخانات جوج اللي من تحتو غديروا فيهم الكونترا سيني، يعني جوج ديال المرات ديروها الفوق وتعاودوا تكرروها لتحت وديروا اوكي. غادي يوصلكم بريد الكتروني الصندوق ديالكم ديال البريد الالكتروني، وغادي يكون فيه واحد الرابط، هذاك الرابط غادي تشدوه انتم تكوبي وديروا له كوبي وتمشيو لبرا دي نافيغادور ولا المحرك ديال البحث وتقوموا باللصق ديالو، تلصقوه في البرا دي نافيغادور وتكليكيو على اوكي وغيديكم مباشره باش تدخلوا الموقع نيشان على هذا الشكل انيسيار سيسيون، كيف ما انا مثلا عندي حساب على هذا الشكل هذا. يعني دابا فهاد جوج خانات غادي نديروا الفوق الكوريو الالكترونيكو ديالنا اللي فتحنا به الحساب، والكونترا سينيا بطبيعه الحال اللي اختارينا. انا غادي نعمرهم هنايا ونكملوا. كيف ما كتلاحظوا معايا انا قمت يعني بسميتو بالاملاء ديال هاد الخانات هادو، البريد الالكتروني ديال الفوق اللي حاسب اللي فاتح به الحساب، والموت باس اللي اختاريت. هاد البريد الالكتروني ما غاديش نخفيه، كتعرفوه الناس اللي كيتفرجوا الفيديوهات ديالي، هو اللي كيكون اسفل الفيديوهات على الا كان شي استشاره يعني خاصه وهذا الى اخره. المهم نقرا على هاد الانيسيار سيسيون على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا، وكما كتلاحظوا معايا ها هو عطاني هنا الاسم ديالي الكامل وهذا ما غاديش نخفيه حتى هو راه مره كنحطو، ولكن هنايا تحت البروفيل كما كتشوفوا حتى لهنا ولتحت كاينين جميع المعلومات والبيانات الشخصيه ديالي واخا. المهم البريد الالكتروني تاعو ما غنخفيش، راه هو اللي قلت لكم يعني كيكون تحت الفيديوهات. على اي كاين عندنا هنايا خيارات الفوق بزاف، حنا الامر اللي كيهمنا هو بريباراسيون ال ديلي، هذا الخيار اللي كتلاحظوا معايا هنايا غادي نكليكيو عليه على هذا الشكل هذا، وغادي يعطينا هاد الواجهه الاخرى اللي هي نختاروا المواد اللي بغينا نشريو، اشناهم اش من دروس اللي بغينا نشريو وبغينا نتلقاهم، اش من ديلي كنعرفوا الديلي فيه بزاف ديال الانواع. كتلاحظوا معايا هنايا كاين الاونو والادوس والبيونو والبيدوس والثيونو والثيدوس، يعني مجموعه من الانواع ديال الديلي. احنا اللي كيهمنا هو الادوس، هذا هو اللي مطلوب لنا في الامتحان ديال الجنسيه واخا. غنكليكيو عليه وغادي نمشيو لهاد الكارو هذا ولا لهاد السله هذه، نكليكيو عليها اوكي كما كتشوفوا معايا، يعني غادي يعطينا هنايا المعلومات الكامله ديال المواد اللي غادي نشري كما كتشوفوا معايا، الكورس اورينتادو على ديسكريبسيون دي لاس بارتيز ديال اكزامين دي لي ا2 و الكونوسيميينتو دي سوس 4 بروباس كومبرنسيون دي ليكتورا كومبرنسيون اوديتيفا، يعني جميع الطريات اللي هما اربعه اللي كيخصوا هاد الدي لي ا2 غادي نشريوهم ب 50 ديال الاورو، وغادي نبقاو نتلقاوهم كما قلت اونلاين في المنزل ديالنا ولا في اي مكان كنتواجدوا فيه حنايا. غادي نبقاو نتلقاو كما قلت فيديوهات اوديوات، يعني هضره كذلك بحال ديال الراديو ملي كاين الامتحان، كتعرفوا ملي كنمشيو ندوزو الامتحان كيديروا لنا بحال شي راديو كيهضر، حنا نعرفوا خصنا نعرفوا شنو اللي كيقول الى اخره. يعني هذا الخيار هذا غادي نخلي لكم باش نتوما تقراو وتعرفوا اشنو اللي كاين. المهم غنهبطوا لتحت وغادي نعمروا على هاد باش نقبلوا الشروط كما كتشوفوا على هاد الشكل، ونديرو اغريغار لا سيستا ولا اغريغار لا سيستا، هادشي اللي كاين. يعني هنا غادي تشوفوا معايا ولا عندي اون اليمنتو، يعني انا شريت واحد الماده واحد المواد، ها هي عندي هنا واحد غادي نخلصها، غادي نمشيو نكليكيو على تيرمينار اي بار كما كتلاحظوا معايا هنايا، غادي يعطيني من جديد فين نعمر البيانات الشخصيه ديالي والتليفون كوديكو بوستال الى اخره، يعني صندوق البريد وزيد. المهم انا غادي نعمر البيانات الشخصيه ديالي هنايا ونكملوا. كما كتلاحظوا معايا انا قمت يعني بالاملاء ديال هاد الخانات هادو للاشاره، ابو رازر هو الاسم ديال القناه، ولكن هاد البيانات الاخرى يعني مأبار على بامبلونا وانا برا اسبانيا، هذاك الرقم ديال البريد وهذاك التليفون هذوك يعني غير يعني بيانات افتراضيه ما عندهم حتى علاقه بيانات يعني شخصيه كتخصني انا. المهم نعمروا على هاد نقبلوا الشروط كما شفتوا، وغادي نهبطوا لتحت ونديروا كونتينوار لا كومبرا، يعني الامر سهل كتشوفوا هنايا يعني الموقع تحقق من البيانات اللي درت انايا اللي عمرته هذا، كيقول لي واش هذا الشيء هو هذاك، يعني كياكد عليا كيقول لي باللي هاد الشيء اللي عمرته واش كوريكت ولا ما كوريكتوش، كنقول له انا سي نعم، يعني كندير باغار كما كتلاحظوا معايا هنايا،
وكتبقى هذه هي الخطوه اللي كتفصل بيننا وبين هاد المواد اللي غادي نشري ولا هاد الدروس اللي غادي نبقاو نتلقاوها كما قلت اونلاين، يعني من المنزل ديالنا ولا في اي مكان يعني من العالم. يعني غادي يبقى استاذ من المعهد ديال سيرفانتيس اللي غادي يبقى كغيا ولا ك يعني يبقى يجينا ولا يبقى يعني يجيدينا في هذوك الدروس اللي غادي نتلقاهم كما قلت طيله هذيك الثلاث اشهر، كما قلت مده كافيه للانسان باش يقدر يوجد راسه ويحضر راسه لهذا الامتحان ديال الضيلي ادوس اللي هو واحد الامتحان اللي بسيط بالنسبه لي انايا كما قلت، وطبيعه الحال الناس اللي كيعرفوا شويه يقراوا ويكتبوا. المهم هذه الخطوه هذه اللي بقات كتفصلنا، غنعمروا رقم ديال الترخيطه ديالنا ولا ديال البطاقه ديال البنك، هنا غنعمروا التاريخ ديالها امتى تسالي، وهنا فين كاين هذا القفل هذا غنعمروا واحد الكود ديال سيغوريداد ولا واحد الكوديكو ولا واحد الرقم ديال التامين اللي كيكون في الخلف ديال البطاقه ديال البنك ديالنا، ثلاثه الارقام الاخرين، وهنا غادي نكونوا سالينا ملي نكليكيو على اغار هذا البوطون اللي كتشوفوا فيه احمر، وغادي نكونوا سالينا. يعني الامر سهل وبسيط، وغادي نتواصلوا كما قلت بجميع المعلومات اللي غادي نتبعوها في البريد الالكتروني ديالنا كيفاش غادي نبقاو ندخلوا اونلاين باش يتواصل معنا الاستاذ اللي غادي يبدا يعطينا دوك الدروس ويبقى يعني يورينا اي حاجه وحنا فيها وهذا يعني ويعطينا جميع التفاصيل. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. كيف ما شفتوا اخواني واخواتي الامر سهل وسهل بزاف، العمليه يعني بسيطه ما استغرقاش بزاف ديال الوقت، يعني اي واحد يعرف شويه يقرا وهذا يقدر يقوم بهذه العمليه هذه ويشري الدروس اللي غادي يبدا يتلقاهم كما قلت اونلاين سواء في المنزل ديالك ولا في اي بلاصه من يعني كنتي في العالم. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، كنحفزكم على هذه المساله هذه. علاش؟ لانها 50 اورو ماشي شي حاجه، 50 اورو شي حاجه اللي هي بسيطه، ولكن المده راه كاين يعني 3 ديال الشهور 90 يوم بالنسبه لي انايا كافيه باش الانسان يوجد راسو لهذا الامتحان هذا ويتجاوز هذه العقبه هذه كما قلت لي خالقه بزاف ديال المشاكل لعباد الله. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، كنتمنى نكون فدتكم، تهلاو ليا فراسكم كما العاده، تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.